السلام عليكم يا أبطال. قبل أن نبدأ حلقتنا، دعونا نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا ننسى الدعاء لإخوتنا في فلسطين وسوريا والسودان. نسأل الله أن يفرج همومهم ويقويهم وينصرهم يا رب العالمين. مرحبا بكم في عالم يزخر بالأسرار. إذا كنت تعتقد أن الشمس والقمر هما الأجرام الوحيدة المثيرة في سماء الكون، فاستعد للدهشة. مجموعتنا الشمسية تخبئ في جعبتها من العجائب والغرائب ما يكفي لجعلك تتساءل إن كان ما نراه كل يوم هو إلا جزء من حقيقة أكبر. من الكواكب المتجمدة إلى العواصف الكونية، من أسرار الزهرة إلى أعماق المشتري، اليوم نأخذكم في رحلة فريدة داخل هذا الكون الفسيح. ولكن قبل أن نبدأ، أود أن أقول لكم شيئاً. هناك الكثير من الناس الذين يشاهدون الفيديوهات ويتابعون المحتوى هنا، ولكنهم لم يشتركوا بعد في القناة. دعمكم بالاشتراك وضغطة إعجاب هو ما يحفزنا على الاستمرار وتقديم المزيد. فإذا كنتم تحبون مشاهدة محتوى كهذا باستمرار، اشتركوا في القناة وادعمونا بإعجاب لنصل إلى أكبر عدد ممكن. عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، ونبتون. هذه هي الكواكب التي تحتل سماء مجموعتنا الشمسية، ولكن الأمر لا يقتصر على أسمائها فقط، فهذه الكواكب تمتاز بخصائص فريدة تجعل منها موضوعات شيقة لدراسات وأبحاث بلا نهاية. اليوم سنأخذكم في رحلة ممتعة لاكتشاف حقائق مدهشة عن هذه الكواكب. بداية، دعونا نبدأ بأقرب كوكب إلى الشمس، كوكب عطارد. السنة الواحدة على عطارد تساوي 88 يوماً فقط من أيام الأرض، وذلك بفضل سرعته الفائقة في الدوران حول الشمس. وبسبب هذه السرعة، كانت الحضارات القديمة تعتقد أن عطارد هو كوكبان مختلفان، يظهر أحدهما في الصباح، بينما يظهر الآخر في المساء. وعلى الرغم من قصر السنة عليه مقارنة بالأرض، إلا أن يومه طويل للغاية، حيث يعادل اليوم الواحد على عطارد حوالي 58.6 يوماً من أيام الأرض. ونتيجة لصغر حجمه وضعف جاذبيته، لا يستطيع عطارد الاحتفاظ بغلاف جوي يحميه من أشعة الشمس، ما يجعل درجات الحرارة على سطحه تصل إلى 430 درجة مئوية، وتنخفض ليلاً إلى 170 درجة تحت الصفر. ويشبه سطحه سطح القمر، إذ يحتوي على حفر عديدة، أبرزها حفرة حوت كالوريس التي يصل قطرها إلى 1550 كيلومتراً. أما الزهرة فهو ثاني أقرب كوكب إلى الشمس، لكن المفاجأة أن الزهرة هو أكثر الكواكب حرارة في النظام الشمسي. قد يبدو ذلك غريباً، إلا أن السبب يعود إلى امتلاكه غلافاً جوياً كثيفاً للغاية، حيث يعد غلافه أقوى من غلاف الأرض ب93 مرة، ما يتسبب في احتباس حراري شديد يجعل درجة الحرارة على سطحه تصل إلى 460 درجة مئوية طوال الوقت، كافية لإذابة عنصر الرصاص. ومن الجدير بالذكر أن هذا الكوكب يشهد أمطاراً كبريتية تتساقط باستمرار على سطحه، ولأول مرة هبطت مركبة سوفيتية على سطحه في عام 1970، لكنها سرعان ما تعرضت للتلف نتيجة الحرارة الهائلة، ومع ذلك تمكنت المركبة من إرسال صور إلى الأرض قبل أن تتلف، والتي كشفت لنا عن نشاط بركاني قوي على سطحه بوجود حوالي 1600 بركان. أما المريخ، أو ما يعرف بالكوكب الأحمر، فقسطه أكثر تشويقاً. رغم أن المريخ أصغر من الأرض، إلا أنه يمتلك أعلى قمة بركانية في النظام الشمسي كله، وهي قمة جبل أوليمبوس مونز التي تصل إلى ارتفاع 27 كيلومترا. يتميز المريخ بفصول شبيهة بفصول الأرض بسبب ميلان محوره، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أنه يحتوي على مجاري مائية وقنوات فارغة محفورة على سطحه، ما يدل على احتمال وجود مياه على سطحه في الماضي. لكن نظراً لضعف غلافه الجوي، يعتقد أن المسطحات المائية قد تبخرت بسبب الرياح الشمسية العنيفة. ومن المعروف أيضاً أن المريخ
يحتوي على مياه متجمدة في أقطابه، وإن كانت مختلطة بنسب كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. ونصل إلى المشتري، عملاق النظام الشمسي الذي يضم البقعة الحمراء العظيمة، وهي أضخم إعصار معروف في النظام الشمسي بأكمله. هذا الإعصار الضخم يكفي لابتلاع كوكبين بحجم الأرض، وتبلغ سرعة الرياح داخله نحو 800 كيلومتر في الساعة، ويعلو السحب بمسافة تصل إلى 8 كيلومترات. المدهش أن العلماء ليس لديهم فكرة واضحة حول تاريخ نشأة هذا الإعصار ولا سبب له، إذ كان موجوداً عندما رُصد المشتري لأول مرة. وتدور بعض النظريات حول كون هذه البقعة هي التي تزود المشتري بحرارته، حيث يحيط الغازي العملاق بأسرار لا تنتهي، بما في ذلك وجود درجة حرارة تشابه الأرض، على الرغم من أنه أبعد من الشمس بخمسة أضعاف. ولننتقل الآن إلى زحل، الكوكب الذي يعرف بحلقاته الجميلة التي أذهلت البشرية منذ القدم. رغم أن زحل تشكل منذ حوالي 4.5 مليار سنة، إلا أن العلماء يعتقدون أن حلقاته حديثة التشكيل، وربما تكون قد ظهرت عندما كانت الديناصورات تجوب الأرض. ويرجح أن هذه الحلقات تكونت بسبب مذنب جليدي ضخم كان في حزام كايبر، وجذبه مجال زحل الجاذبي فتفتت وأدى لتكون الحلقات. وإذا حدث في يوم ما انجذبت الأرض مذنبا جليديا مشابها، فقد تتكون حولها حلقات مشابهة لحلقات زحل. لكن للأسف السماء ستشهد سقوط نيازك مدمرة بشكل مستمر. أما أورانوس سابع كوكب عن الشمس، فهو عملاق جليدي بارد تم اكتشافه في عام 1881، ويشبه في تركيبه كلاً من نيبتون والمشتري وزحل، لكنه يتميز بتركيب مختلف يحتوي على نسب أعلى من جليد الماء والميثان. المميز في هذا الكوكب هو ميل محوره الغريب جداً الذي يجعله يدور مائلاً، لدرجة أن قطبيه الشمالي والجنوبي يقعان مكان خط الاستواء على الأرض، ما يؤدي إلى استمرار فصل الصيف أو الشتاء على سطح الكوكب لمدة 42 سنة متواصلة. أما نيبتون الكوكب الغازي الذي تم اكتشافه بعد مراقبة اضطرابات في مسار أورانوس، فيكمل دورته حول الشمس كل 165 سنة، ويتميز بلونه الأزرق الذي ينتج عن احتوائه على كميات ضخمة من غاز الميثان. ورغم بعده عن الشمس بثلاثين ضعفاً عن الأرض، إلا أنه يشهد درجات حرارة تصل إلى 220 درجة تحت الصفر. ومن أشهر أقماره قمر ترايتون، لكن لسوء الحظ يتوقع العلماء أن جاذبية نيبتون قد تتسبب في تدميره مستقبلاً. الشمس مصدر الحياة والضوء، تمثل وحدها 99.8% من كتلة النظام الشمسي، هي أشبه بمفاعل نووي ضخم يفقد حوالي 500 مليون كيلوغرام من كتلته كل ثانية لتوليد الطاقة التي تمدنا بالدفء والنور، كما أنها تدور حول مركز المجرة كل 250 مليون سنة، وتظل في حالة من النشاط الدائم، حيث تشهد سطحها انفجارات ضخمة تعرف باسم الرياح الشمسية، والتي إذا وصلت الأرض قد تتسبب في حدوث ظاهرة الشفق القطبي أو حتى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق. في الختام، إذا أردتم معرفة المزيد عن هذه الكواكب، يمكنكم مشاهدة الحلقات المنفصلة لكل منها على القناة. نرجو أن تشاركوا هذا الفيديو وتتركوا تعليقاً حول الموضوع الذي ترغبون أن نتحدث عنه في الحلقات القادمة. وإذا كانت هذه أول زيارة لكم، فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ونلقاكم في الحلقة القادمة.